اهلا بكم في فيديو جديد، واحنا النهارده هنعلمكم حاجه جديده وهي ازاي نعمل حاجات عيد الميلاد. وشايفين الحاجات العصيان دي، انا عاملاها في البيت بنفسي. طبعا انت بتجهزي كميه للاطفال عندك سواء في اعياد الميلاد او السبوع. بتقدري تعملي مشروعك في البيت، تقدري تعملي تزيني بيتك، تعملي ديكور، تحضري حاجات عيد الميلاد، الاعياد، الاطفال كلها بتحب الحاجات دي. طيب ايه تاني هعمل لكم؟ انا عملت الحاجات دي كلها في فيديوهات قبل كده، يعني انا زينت الحاجات دي. ليه بقى انا زينتها؟ عشان خاطر الاطفال بتحب الحاجات دي، كلها حاجات بسيطة، كلها من الجليتر، كلها من الصمغ. الكريستال ده بنجيبه من المكتبة. طبعا انا هوريكم عملنا ايه. طيب ديت كوباية عادية جدا، انا بديكم نموذج عليه، يعني انا بعملها لكم وانتوا تعملوها على كاسات بقى، على كوبايات عندك براحتك. ده الجليتر، الحاجات دي بتاعت اطفال بتتجاب من المكتبة، حاجات رخيصة جدا. تقدري تزيني بيها الكوبايات او كاسات عندك، تحطيها في النيش، في المطبخ، في اعياد الميلاد، على السفرة، في المكتب، في السبوع. طبعا الاطفال بتحب الحاجات دي جدا. طيب انا عملت كمية عندي عشان خاطر اوريهم في فيديوهات مختلفة، عملت اشكال كتيرة. طبعا ده عملته من الصمغ، جبت الصمغ زي ما انتوا شايفين كده وحطيت عليه الكريستال دوت. وعلى فكرة الكريستال دوت بتجيب من المكتبة ورخيص جدا. وعندنا برضو الكوباية دي، دي كلها افكار حلوة لأطفال بتحب الحاجات دي، شايفين. وهوريكم برضو اللي هناك، هوريكم كله صراحة عشان خاطر برضو ايه تبقوا شايفين. ده بقى عملته من البلاستر، حطيت عليه بلاستر، تقدر تشيليه تاني. طبعا دي كلها افكار معينا برضو، ده شايفين. وادي الكيس بتاعنا ده كمان نفس الحكاية. وطبعا الشمع بتاعي ده ما قدرتش طبعا اعمله، الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها هي شايفين دي الزمرات دي، دي الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها، والباقيين انا عملتهم. هنبتدي طبعا اعلمكم حاجتين، ان انا ازاي عندي برضو ازازة، شايفين دي بتاعت مايت ورد، ديتها زينها وخليها مش باينة، بحيث ان انا احط فيها ورد. ويعني تحطيها عندك للاطفال على المكتب بقى، في السفرة، في وسط الحاجات دي كلها، بتعمل بس شغلين، فاهماني؟ ان هي بتعمل كده منظر شكلها حلو. برضو هنستخدم الجليتر، وهنستخدم معانا الصمغ، وهنستخدم معانا الكريستال. وبرضو معانا هنا من المجلة، شايفين العصيان دي، دي كلها من المجلة يا جماعة. بصوا احنا الفكرة بتاعتها كانت ازاي، ادي ورقة اهي عادية هشرح لكم عليها، وادي اللي هي بتاعت العصيان الخشب. بنبتدي نلف عليها اي عصا خشب عندك او اي حاجة عندك زي كده تقدري تلف عليها. ادي الورقة، هي الفكرة ان انت بتبرميها بالطريقة دي، بعد كده تسحبيها تبقى عندك بالشكل ده. فطبعا هتبقى بالكمية اللي عندك دي، بالصمغ بقى، بلاستر، اي حاجة عندك. هنبتدي ناخد واحدة وهنبتدي نلف عليها بالجليتر بتاعنا ده. انا كان عندي قبل كده كنت عاملاهم في فوانيس، فهستخدمهم تاني. انا ما برميش حاجة يا جماعة، بعمل حاجات كتيرة قوي بيها. هسيب بس حتة عشان تلزق فيها الاستيكر بتاعنا. هنبتدي نضغط عليها ونلف، شايفين المسافة، نضغط عليها ونلف برضو. بعد كده هنكملها كلها، شايفين اهم حاجة عندي، شايفين. وطبعا بعد ما عملتها كلها زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بالصمغ بتاعي، نشوف عن الناحية مثلا هنا، وهنبتدي ان احنا نعملها كده يعني، او تسيبيها فاضي. مهم ان احنا هنجيب معانا حاجة من الاستيكرز ده اللي احنا شفناه، وهنبتدي ان احنا نلزق اي حاجة من فوق كده، او لو ما عندكش ستيكرز يبقى نفس الجليتر بتاعك وتعملي شكل وتحطيه. عايزه تحطي شكل نجمة حطي، عايزه تحطي تعمليها دايره تحطي، فهتعملي الحاجه اللي انت عايزاها. انا بفكر ان انا اعمل لكم نجمه من الجليتر، ونعملها بالصمغ ونلزق عليها الكريستال. شايفين بقى احنا حطينا الصمغ وبعد كده لزقناها، بتتلزق عادي، سهلة جدا الكريستال بتاعنا. انت تقدري تحطي مكان الكريستال لو انت ما عندكيش، يبقى الجليتر، او هيبقى عندك الحاجات ديت اللي هي بتاعت الاطفال اللي هي الستيكرز.
وهتبتدي تزيني بيها الإزازة عندك، إزازة صغيرة بتحطيها على المكتب، بتحطي فيها ورد. طبعا ممكن نعمل لكم ورد دلوقتي من القماش وازاي تحطيه، وبرده هيبقى من الحاجات ديت، وتزينيها تحطيها كذا وردة كده وتحطيها، او ان انت الازازة دي تحطي فيها، شايفين الحاجات اللي احنا عملناها دي، هي دي ممكن نحطها برده جواها، برده هتبقى شكلها حلو جدا، وخاصة مع الاطفال لما تحط لهم الحاجات دي كلها وهم ياخدوا منها، يعني هتبقى تحط كام عصاية وهم يبتدوا يشدوا منها او ياخدوها سواء. وهي دي كانت الفكرة ان انا عايزة اوريها لك، ان انت ازاي تزيني السفرة او النيش او المطبخ، او تعملي ديكور في البيت، تخلي البيت كله بهجة، تخلي البيت كله طاقة ايجابية، ازاي تحطي للمكتب على الاطفال برضو المكتب بتاع الاطفال او في الحجرة بتاعة الاطفال، وازاي تزيني لهم المكان، ازاي تعملي لهم العصيان ديت، حاجات بسيطة جدا تقدري تستخدميها في البيت، تقدري منها كلها من حاجات بتاعة الاطفال، يعني انت كلها كل الحاجات دي انت بتستخدميها بتاعة الاطفال وبتزيني بيها الحاجة اللي معانا دي كلها، حتى الكوبايات اللي انا وريتها لكم، وكل ده حاجات دي كلها انا بوريها لكم عشان خاطر تعملوا دي نماذج، وان انتوا تعملوا منها زي ما احنا شايفين عملنا حاجات دي كلها من الحاجات بتاعة الاطفال، هما بيحبوا الحاجات دي جدا. تقدري تزيني بقى في النيش في المطبخ بقى زي ما انا بقولك كده، وحتى الورق شايفه الورق عملنا منه عصاية ازاي، وتقدري تعملي منه الحاجات دي كلها اللي احنا عملناها. تابعونا دايما في القناة، ودايما هتلاقوا مزيد من الفيديوهات وحاجات جديدة وافكار جديدة وطبخات جديدة، تقدروا تتابعونا دايما. شكرا لكم.